يعني ما فيهوش الدين الاسلامي ليس به مسمى يعني الصداقه. لا الدين الاسلامي قال الحب في الاسلام حلال، انا ما بتكلمش عن الحب، والا يبقى انا في هذه الحاله ما بتكلمش عن حاجه شرعها ربنا عز وجل وهي الزواج. تمام؟ لا الحب في الدين الاسلامي جميله جدا. يا بص انا عايز اقول حاجه على حاجه يا دكتور، ايه اللي يعني دعونا ازاي يعني ما فيش صداقه بعد انتهاء العلاقه؟ يجب ان نرتقي بالفكر طبعا، ويجب ان نرتقي بالاخلاق برضه طبعا. الحب مش حرام، ما حدش قال ان الحب حرام الحب ولا الدين قال لك قال لك في الحقيقه الله محبه طبعا، والدين الاسلامي احس على الحب، والرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان محبا لاهله وكان يتبنى. ورسول الاسلام بعدين عليك ثانيه واحده بس، تكلم عن الحب والموده والرحمه. بعد اذن عليك انا مش هقطع، انا مش بظلم الاسلام بالعكس، انا بانصف في الاسلام. ليه؟ الرسول عليه افضل الصلاه والسلام الاسلام كان الاسلام الاسلام بيتكلم على بقول اعود بالحب لو يعني اعود بالفتره الى الى موضوع الحقيقه. استاذ عبير بيقول ان اللي حضرتك بتقوله ده رجعيه. لا طبعا مش رجعيه، هي الرجعيه. الرجعيه يا فندم طول ما انا بعيد عن حلال وحرام، طول ما انا بعيد عن حلال وحرام فين الرجعيه؟ ده دين. استاذ عبير مش دين. انا مش عارفه ايه اللي دخل الحلال والحرام في الموضوع ده بصراحه. ازاي؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان الواقع الاليم بيقول ان بعد الانفصال بتقوم الحرب العالميه الثالثه بين الراجل والست. طب ما وجهه نظر واحده. لا لا للاسف الشديد انا مش بعزز ولا بقول ان بين العلاقه بعد الجواز حرام. لا احنا بنتكلم عن الجواز، احنا بنتكلم عن الجواز بعد الجواز في المطلق. لا احنا بنتكلم في هي بصوره اصلا للحقاق بالمستوى الفكري والاخلاقي. انا احب شريك حياتي اللي انا اكلت معاه عيش وملح وجبت معاه منه اولاد حتى لو حصل انفصال. لا استاذ عبير برضه عشان احنا ما بنتكلمش عن العلاقه الزوجيه، احنا بنتكلم عن الجامعه مع بعض.